السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء المشاهدين. قبل قليل رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي يستقبل في مقره رئيس الكتلة الصدرية وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ويأتي هذا اللقاء بعد فوز الكتلة الصدرية ب 74 مقعدا في الانتخابات، وفوز حزب تقدم التابع إلى محمد الحلبوسي ب 38 مقعدا، وتأتي هذه اللقاءات من أجل التحالف من أجل تشكيل الحكومة القادمة. برأيكم هل سينجح السيد مقتدى الصدر بكسب حلفاء جدد من المكون السني متمثلة بمحمد الحلبوسي والمكون الكردي متمثلا بهوشيار زيباري، وهؤلاء يملكون الأكثر عددا من المقاعد في مكوناتهم؟ هل سيتغلب التيار الصدري على الإطار التنسيقي الشيعي الذي يضم أكثر من 60 نائبا؟ الأمر متروك لكم، وأتمنى أن تجعلوا ردكم في التعليقات، وشكرا لكم للمتابعة وحسن الإصغاء.